في جديد محترفين. أكدت مصادر مطلعة من مانشستر سيتي أن إدارة النادي الإنجليزي ترفض التفاوض مع صندوق الاستثمار السعودي بشأن صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي، رغم أن التقارير قربت الدول الجزائري من المملكة العربية السعودية وأكدت موافقته وموافقة ناديه، حيث جاءت التقارير الأخيرة الصادرة من بريطانيا لتؤكد أن السيتي لا يزال مصرا على إبقاء رياض محرز في أسوار قلعة ملعب الاتحاد. وكتب حساب السيتي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ساحر العرب لدينا، في تأكيد غير مباشر على بقاء اللاعب. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المهاجم الدولي الجزائري لنادي ليل الفرنسي آدم الناس تلقى مؤخرا عرضا رسميا من طرف إدارة نادي الشباب السعودي التي تريد تعزيز الفريق بخدمات الدول الجزائري تحسبا للموسم المقبل. أضافت ذات المصادر أن نادي الشباب قدم عرضه استمراره مع النادي الفرنسي بدليل استئنافه للتدريبات قبل أيام. لم يفوت الدولي الجزائري حسام عوار فرصة المشاركة في أول لقاء ودي مع فريقه الجديد نادي روما دون يترك بصمته، حيث تمكن لاعب ليون الأسبق من تسجيل هدف السبق وتقديم تمريرة حاسمة أمام نادي بوريال الناشط في إحدى الدرجات السفلى في إيطاليا، تاركا انطباعا حسنا عند مدربه البرتغالي جوزي مورينيو. لاعب الخضر أدلى بتصريحات بعد المباراة قال فيها: أعمل بجد من أجل التحضير كما ينبغي للموسم الجديد. لنستمع إلى تصريحات عوار. Era la sensazione nel primo gol un giallo rosso, la maglia della Roma che fino a amichevole. Sì, è bene, è bene, ma solo ancora le. فخر كبير بالنسبة لي العمل مع المدرب جوزي مورينيو، إنه مدرب رائع غني عن كل تعريف. أتشرف باللعب تحت إمارته وسأعمل على التحضير جيدا حتى أكون عند حسن ظنه. فيما يخص طريقة لعبي فأحب اللعب الجماعي، أنشط في مناصب متعددة. لاعبي المفضل هو زندين زيدان. الطريق لا زال طويلا وأعمل بجد لأصبح لاعبا كبيرا. بشر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني تحضيراته مع ناديه الجديد بوروسيا دورتموند الألماني، حيث خاض ابن مدينة قسنطينة أول حصة تدريبية له مع ناديه الجديد. نشرت الصفحة الرسمية لدورتموند صورة الدولي الجزائري خلال تدريباته بقاعة تقوية العضلات، بالإضافة إلى صور زملائه الملتحقين بتدريبات النادي. ويذكر أن الدولي الجزائري انضم إلى دورتموند في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية العام 2027. يواصل مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح تحضيراته رفقة ناديه السد القطري بالنمسا، وتمكن الدولي الجزائري من تسجيل هدف الجمعة في اللقاء الودي الذي جمع السد أمام نادي الشباب السعودي، حيث شارك بونجاح أساسيا وتمكن من تسجيل الهدف الوحيد للسد في هذه الودية التي انتهت بهزيمة فريقه بثلاثية. وبهذه المباراة اختتم السد القطري تربصه بالنمسا عائدا إلى قطر لاستكمال باقي التحضيرات قبل انطلاق الموسم الجديد. محترفين مانشستر سيتي يرفض التفاوض مع السعوديين بشأن محرز، والشباب السعودي ينافس السد القطري على خدمة والناس. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.